حسين المعيني اليوم ما شفناك اليوم. ألف مبروك كابتن، بطولة حلوة، تجمع حلو ما شاء الله، فرق قوية شاركت في هذه البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على تحقيق هذه البطولة. نهدي هذه البطولة للأستاذ هشام طاشقندي ولزملاء اللاعبين اللي ما قصروا صراحة. بطولة زي هذه نظمتها وزارة الرياضة، أشكرها جزيل الشكر لأنها أعطتنا الكثير، وأشكر الفرق اللي شاركت، النصر والاتفاق والقادسية والفتح، يعطيهم الف عافيه. والحمد لله اهم شيء ان حققنا الكاس الحمد لله. هشام تعب معاكم كثير ها؟ اي والله وما قصر معنا، الف شكر له، وان شاء الله يعني يكون في ميزان حسنات هذا التعب. المرحله القادمه كابتن كلاعبين ما شاء الله اليوم تلعبون بطوله وتلعبون في اسبانيا ايضا، المرحله القادمه الطموح بالنسبه لكم؟ ان شاء الله احنا بعد 4 ايام عندنا اجازه تقريبا 10 ايام، بعدها راجعين ان شاء الله لاسبانيا نكمل الشهر، وباذن الله يعني يكون شهر يكون فيه يعني نتائج نثمرها ان شاء الله في السعوديه باذن الله. جميل حبيبي الله يعطيك العافية. شكرا لحسين المعيني.